وفي المناسبة إخواني يعني سأقص آخر رؤيتين قصهم علي هذا الشخص الذي أقسم له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مهدي الأرض. الرؤية الأولى في 1/7/23 يعني تقريبا شهر أو أقل من شهر، أكثر من شهر بقليل. يقول شيخنا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: في الأيام العشر قبل العيد بأيام رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس عباءة من صوف خشن لونه أسود، تحته جلباب بني، عليه عمامة سوداء، وجهه كان ضاحكا مستبشرا متهللا منيرا كأنه البدر أو أشد جمالا. سبحان الله، كان بجانبه كأنه بيتا به استطالة، له جانبا حائط مكتمل، يعني أحد حيطانه مكتملة البناء، لونه أسود، وباقي الحوائط باقي الجنبات يعني كانت مبنية بما لا يزيد عن شبر من الأرض ليس أكثر، كأنها قواعد الحوائط. وكانت حجارة هذه الحوائط الغير مكتملة أيضا سوداء أيضا. والبيت شبه المستطيل هذا، أرضه مفروشة برمل أصفر كأنه الذهب من شدة لمعانه. قال لي صلى الله عليه وسلم: هذا بيته ادخرته لك كي ترثه، وميراثه لمن هو مني وأنت مني وهو لك. كان الحديث كأن جدا يورث ابنه بيته كميراث عادي، لكن كان الفارق معلوما لنا أنه هناك أكثر من 1400 عام بين ملكية البيت وادخاره ووقت توريثه. كان يتحدث بحديث فيه تودد بلغة عربية فصحى صلى الله عليه وسلم، من بين كلماته أنه حافظ على هذا البيت ليكون ميراث لمن هو منه ووريثه. هذا والله أعلى وأعلم. ونذكر إخواني، نذكر: الرؤى ظنية وليست قطعية، وحتى لو كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يترتب عليها يعني أي متطلبات شرعية، لا يترتب عليها شيء. لذلك نقول هذه رؤية قصها فلان، فإن كان صادقا وليس واهما فهنيئا له رؤياه، وغير ذلك فنقول الله أعلم هذه رؤياه. هلا في 6/7 أرسل لي رؤيا أخرى، يعني طبعا إخواني هناك رؤى كثيرة أنا لم أقصها عليكم وأنا أخبرتكم بالسبب. في 6/7 أرسل لي يقول شيخنا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نسأل الله عونه وفرجه لإخواننا ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعلم الكربات التي تأتي على المسجد الأقصى كثير. مرة أخرى شيخنا: رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا بها رموز ربما تكون مشابهة للرؤيا السابقة التي قصصناها، إذ رأيته صلى الله عليه وسلم كأنه على مقدمة سطح سفينة خشبية عملاقة، أقرب ما تشبه بسفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. كان على مقدمة السفينة كأنه بيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا جدا، وهو أكبر من أي بيت بجواره، ومغطى بلون أسود، وبعده عدة بيوت أصغر متلاصقة لعدد من كبار صحابته، خاصة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وكانت بيوت الصحابة بنفس اللون الأسود، ثم عدد من البيوت هنا وهناك لآل البيت تختلف في الحجم والشكل وبنفس اللون. كل ذلك كانت تسعه سطح مقدمة السفينة العملاقة، وكل فرد كان ينتظر بجانب بيته المعد له، وكان في الأخير بيت مكعب أقرب ما يشبه الكعبة لكن كان أقصر قليلا. كان هذا البيت معد لي، كأنه بني لي أو هو ميراثي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجلة من أمره، ويتبعه كل صاحب بيت من أصحابه وآل البيت، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدر أمر
بتحرك السفينة حتى أصل إليها وأدخل بيت الصغير الأسود آخر السفينة أو آخر مقدمة السفينة. ما أن وصلت حتى تهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه بقي على حالة التأهب، وأوعز لي بإشارة كأنه كان قلقا علي تأخر وصولي إلى البيت المعد لي. ما أن بدأت السفينة الخشبية العملاقة في التحرك حتى استيقظت. هذا والله أعلى وأعلم بما رأيت، فإن كان حقا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان. فأني أنا تعمدت أن أقص يعني آخر رؤيتين للأخ حتى أقول أن هناك أكثر من شخص لربما يعني يعتقد أنه هو المهدي. هناك في اليمن من يعتقد أنه هو المهدي، هناك في مصر من يعتقد أنه هو المهدي، هناك في المغرب من يعتقد أنه هو المهدي، هناك في سوريا من يعتقد أنه هو المهدي، هناك في العراق من يعتقد أنه هو المهدي، هناك في تركيا من يعتقد أنهم المهدي، وجميعهم يراسلوني، كلهم يراسلوني ويرسلوا لي ويقولوا أنا المهدي. لذلك يا إخواني لا نستطيع أن نقول فلان هو المهدي، نقول المهدي أمره فقط بين الركن والمهدي. الآن إخواني سنقص بعض معاني الرؤى كما تعودنا يا إخواني. الرؤى التي قصصناها، الرؤيتين التي قصصناها، رويت الرؤية كما هي دون أن أفسر، وقلنا إما إني أقوم بقص الرؤية ولا أفسرها، أو أقص معناها ولا أروي الرؤى. الآن سأقص بعض معاني الرؤى التي جاءت، يعني لربما بعض الرؤى أخذ منها معنى من المعاني وأقص المعنى، سأقص المعنى ولكن دون أن أقص الرؤى كما اعتدنا في السابق. الرؤية الأولى أو معنى الرؤية الأولى يتكلم، ونذكر أخواني الرؤى ظنية وليست قطعية ولا يترتب عليها أحكام شرعية، وهي ما تبقى من مبشرات النبوة. وعندما نقول مبشرات في آخر الزمان وصفة آخر الزمان هي الكروبات، فهي تحذيرية تحذرنا من أمور قد تأتي، وهي آخر ما تبقى من حبل النبوة، وهي جزء لربما من 36 أو أكثر من مبشرات النبوة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني المقصد منها تحذيرنا من أمور يعني تأتي في الطريق. الرؤية أو المعنى الأول يتكلم أن الضفة على موعد من التغييرات الجذرية. الخلاصة هاي الخلاصة، الضفة على موعد من التغييرات الجذرية. اللي بعديها، اجتياحات ضخمة للضفة بتنسيق أمني مع رئاسة السلطة. هذه المعنى الثاني. اللي بعديها، حملة اعتقالات واسعة في الضفة وأهداف كثيرة للتصفية. هذه كمان موجودة في معنى من المعاني. لاحظوا إخواني كلها تتكلم عن إيش؟ عن وضعنا هون. يعني قليل منها ما يتكلم عن الخارج، كأنه التركيز في الأحداث في آخر الزمان في هذا الوقت فين؟ عندنا هون. اللي بعديها، توافق مع الرئيس على خليفته. يعني هناك مشاورات من سيكون خلافة أو خليفة الرئيس الفلسطيني، وهو موافق على هذا الأسم الذي طرح عليه. اللي بعديها، تبليغ ومناقشات. يعني المبلغ يناقش البلاغ المعلومة ما بين يعني ما ذكر الأردن والسلطة، الأردن والسلطة حول باب الأصبات وباب السلسلة. هناك شيء يخص باب الأصبات وباب السلسلة، والموضوع في كلمة مفاتيح. لربما كان الحدث يتكلم عن محاولة أو مشروع للاستيلاء على مفاتيح هذين البابين على غرار ما تم في باب المغاربة سنة 67. ونذكر إخوان في الوقت الأخير، يعني ربما أسبوع 10 أيام فقط، تم تغيير موعد إغلاق الأبواب ما بين أو ما بعد صلاة المغرب. اعتدنا أن الأبواب، احنا بنعرف باب حطة
وباب الناظر وباب السلسلة تبقى مفتوحة للعشاء، ولكن باقي الأبواب زي باب مثلا على سبيل المثال الملك فيصل أو العتم اللي بيعرفوا باسم العتم، باب الغوانم، باب القطانين، باب الحديد، شو بيسووا؟ يغلقوه تقريبا بعد نصف ساعة من بعد صلاة المغرب. يعني واحد بيدخل يصلي المغرب وإذا بده بيروح وبخرج من هذه الأبواب، لأنه في الفترة الأخيرة صار هناك دوريات شرطية تقوم بالدوران على الأبواب وتأمر الحراس بإغلاق الأبواب مباشرة بعد أو حتى أثناء صلاة المغرب. يعني فقط بعد 5 دقائق صارت الأبواب هذه تغلق، ويبقى وتبقى فقط الأبواب الثلاث التي ذكرناها. ونذكر أن هذا الأمر، ونذكر إخواني أيضا أنه من جديد يعني بدأت دوريات مختلطة، كانت دوريات فقط لأفراد الشرطة الذكور هي التي تقوم بالدوران داخل المسجد الأقصى. حاليا شو صار؟ هناك دوريات مختلطة وأحيانا فقط للنساء. دورية شو كلها؟ من الشرط النساء من الشرطة والمجندات، يعني هي التي تقوم بالدوران داخل المسجد الأقصى المبارك. ونذكر أنه أول مرة يعني تم إدخال فيها سيارة للشرطة كان سنة 2016، وذلك جاء بعد ما قامت الأوقاف أو بعض الأشخاص يعني المحسوبين على أصحاب الإعاقات بإدخال سيارات إلى المسجد الأقصى سمحوا لهم، ثم أدخلوا سيارات للشرطة وقالوا أنتم مش أحسن منا، دخلتوا سيارات إحنا بدنا ندخل سيارات. وأول مرة تم إدخال عناصر شرطية نسائية إلى المسجد الأقصى كان سنة 2020، هذه للتذكير. نأتي إخواني لمعنى الرؤية التي تليها. المعنى يقول: الطلب من الأوقاف أن تمنع المصلين من استخدام مصلى باب الرحمة، وأن يسمح لها بإدخال عناصر أمنية ليست من الأوقاف ضمن المنظومة التي تقوم بحراسة أو التواجد في محيط مصلى باب الرحمة. هذا إخواني معنا لإحدى الرؤى التي جاءت. لبعديها الاستعداد للتصعيد نتيجة التغييرات المزمع عملها داخل مسجد الأقصى. يعني بغض النظر شو كانت النتيجة التي ستتأتى وتتحصل وتحدث بعد هذه التغييرات التي سيتم تغييرها في المسجد الأقصى، هم شو بدهم يسووه؟ بدهم يروحوا لمواجهة هذه التصعيدات. ومن ضمن هذا يعني جاءت معنا الضرب بيد من حديد لكل من يحاول الاعتراض على التغييرات داخل الأقصى. معنى رؤية أخرى: تغييرات على قوانين الحواجز والمعابر ما بين الضفة والقدس. ما بعرف شو معناها، يعني يجب أن ننتظر أحيانا إخواني، يعني نرى المعاني بعد سنين. يعني تتذكروا مرة تكلمنا عن رؤية أنا استغربت قلت مش عارف شو معناها، تكلمنا على أنه هناك ستكون تغييرات على باب العمود، ما عرفت شو معناها. ولكن بعد فترة شو سووا نقاط شرطية دائمة على باب العمود، واحدة في الأسفل واحدة وتنتين في الأعلى. هذا كان المعنى جاء بعد فترة من الرؤية. فما بعرف شو التغييرات التي ستحدث على الحواجز والمعابر ما بين الضفة والقدس، ولكن فيها إشارة أن الضفة ستعاني كثير. والرؤية التي تأتي بعدها: استعداد الأردن لاستقبال لاجئين جدد. وهذا في إشارة سمعنا إخواني على أنه سيتم إما إغراء البعض للرحيل أو إجبارهم على هذا الرحيل من الضفة وغيرها باتجاه الأردن وغيرها. ولكن هنا يعني الكلمة التي جاءت هنا المدينة أو البلد هي الأردن التي ذكرت في هذه الرؤية. الرؤية التي بعدها تتكلم أنه العثور على شعارات في بعض البقرات
ليست متوافقة اللون ولكن التكتم على الأمر. التكتم هذه جاءت في رؤية، وهذا يدل على أنه يعني النتيجة المسبقة، يعني بدهم يبنوا بناية للمستقبل بأيديهم، ما بدهم يستنوا الإشارات، بدهم يصنعوا الإشارات والله أعلم. الرؤية الأخيرة أو معنى الرؤية الأخيرة التي جاءت تتكلم عن زيارة سرية لابن سلمان لتل أبيب، ولربما إخواني هذا يعني أن هناك مفاوضات كثيرة تحت الطاولة تتم بين تل أبيب والسعودية، ولربما هناك يعني كلمة سرية ما يشير على أن هناك صعوبات في هذه الاتفاقيات. ونذكر إخواني أن مبادرة آل سعود سنة 2002، مبادرة تسموها مبادرة السلام، كانت قائمة على حل القضية الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوق في الأرض، واعتبار بيت المقدس هي العاصمة لدولة فلسطين، هي كانت تتكلم عن قيام دولتين. هنا إخوان لابد من الإشارة أنه لا يجوز شرعا لأي كان أن يعطي أحقية في إقامة أي دولة غير إسلامية داخل الأرض المقدسة. ليه؟ لأن الأرض المقدسة إخواني لا هي إلنا ولا لآل سعود ولا لفلان ولا لعلان، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والله سبحانه وتعالى أورث أرضه لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن كنت كائنا من كان حتى تأخذ أرض الله وتغير ميراث الله من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لغيرها، من كنت حتى تنافس الله في أمر. يعني لابد من أن نشير إلى أنه يعني هذه الأرض أرض الله ولا يجوز أن تكون لغير الله.